أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك من السنة 50 للهجرة شرع في بناء مدينة القيروان بإشراف فاتحها عقبة بن نافع، وكان هدفه من هذا البناء أن يستقر بها المسلمون، إذ كان يخشى إن رجع المسلمون عن أهل إفريقيا أن يعودوا إلى دينهم. وتعتبر القيروان من أقدم وأهم المدن الإسلامية، بل هي المدينة الإسلامية الأولى في منطقة المغرب، فهي بذلك تحمل في كل شبر من أرضها عطر مجد شامخ وإرثا عريقا يؤكد تاريخها الزاخر ومعالمها الباقية التي تمثل مراحل هامة من التاريخ العربي الإسلامي. في اليوم الثاني من شهر رمضان عام 82 هجريا كانت الجيوش الإسلامية في شمال إفريقيا تواجه الروم من جهة والبربرة من جهة أخرى، وكانت زعيمة البربر وتسمى الكاهنة قد استطاعت أن تجمع شملهم وتحارب المسلمين لسنوات طويلة، ولم يستطع القائد المسلم زهير بن قيس أن ينتصر عليها حتى جاء الحسان بن النعمان الذي صمم على فتح جميع بلاد المغرب، إذ انطلق متوجها إلى أواسط المغرب والتقى بجيوش الكاهنة وانتصر عليها في شهر رمضان عام 82 للهجرة. في اليوم الثاني من رمضان سنة 114 هجريا اشتعلت معركة بلاط الشهداء بين المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شارل مارتيل، وجرت أحداث هذه المعركة في فرنسا في المنطقة الواقعة بين مدينتي تور وبواتي، وقد اشتعلت المعركة مدة 10 أيام من أواخر شعبان حتى أوائل شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر. في اليوم الثاني من شهر رمضان سنة 702 هجريا نشبت معركة مرج الصفر بالقرب من دمشق بين المغول بقيادة فتلغشاه والمماليك بقيادة الملك الناصر محمد قلاوون، وقد انتهت المعركة بانتصار المماليك الذين أبلوا بلاء حسنا. في الثاني من شهر رمضان عام 732 هجريا ولد المؤرخ والفيلسوف العربي المسلم عبد الرحمن بن خلدون في تونس في عهد الدولة الحفصية، ونشأ في كنف أسرة تميزت بالعلم والأدب. عاش ابن خلدون معظم مراحل حياته في تونس والمغرب الأقصى، وعمل بالتدريس في جامع الزيتون بتونس وفي المغرب بجامعة القرويين في فاس، ويعتبر ابن خلدون أحد العلماء الذين تفخر بهم الحضارة الإسلامية، فهو مؤسس علم الاجتماع وأول من وضعه على أسسه الحديثة، وقد توصل إلى نظريات باهرة في هذا العلم حول قوانين العمران ونظرية العصبية وبناء الدولة وأطوار عمارها وسقوطها، وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما توصل إليه لاحقا بعد قرون عدد من مشاهير العلماء كالعالم الفرنسي أوغست كونت. وقد عدد المؤرخون لابن خلدون عددا من المصنفات في التاريخ والحساب والمنطق، غير أن من أشهر كتبه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. وفي الثاني من رمضان سنة 1322 هجريا
أصدر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني فرمانا بامتياز استثمار كافة الشلالات الواقعة على مسير خط سكة حديد الحجاز التي أنشئت لغرض خدمة حجاج بيت الله الحرام انطلاقا من مركزها في دمشق.